بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع المغربي مزراوي. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسميا يوم الثلاثاء إتمام التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي في صفقة انتقال حر من أياكس بطل هولندا. وكان مزراوي صاحب 24 عاما يعد بمثابة صفقة محسومة لبايرن ميونخ منذ فترة، وقد أعلن النادي البافاري اليوم عن إتمام الصفقة وأن اللاعب وافق على توقيع عقد لمدة 4 أعوام تنتهي في 2026. وقال مزراوي: منذ بداية المحادثات مع بايرن ميونخ كان لدي شعور جيد، والآن أنا متحمس للانضمام إلى واحد من أكبر الأندية الأوروبية. وتوج بايرن ميونخ مؤخرا بلقب الدوري الألماني للموسم 10 على التوالي، ومن المنتظر أن يكون ضمن المرشحين بقوة للتتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقال مزراوي: لقد اخترت هذا النادي لأنه سيكون بإمكانه التتويج بأكبر الألقاب هنا. وقضى مزراوي الفترة الماضية في مسيرته بأكملها ضمن صفوف أياكس، وتوج معه بلقب الدوري الهولندي 3 مرات ولقب كأس هولندا مرتين. وعلى المستوى الدولي يمثل مزراوي المنتخب المغربي رغم أنه مولود في هولندا. وقال حسن صالح حمديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: يسعدنا أن يكون ناصر مزراوي أول صفقة صيفية لنا. وأضاف: لقد تلقى عروضا من مختلف أنحاء أوروبا، واختارنا لأن لدينا خطة واضحة بشأنه، ونتطلع إلى تحقيق أهداف كبيرة معه.